أكثر من 20,000 جريح ما زالوا في قطاع غزة مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحية بسبب الحصار والقصف المستمر بحسب منظمة أطباء بلا حدود. المنظمة الإنسانية طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكان القطاع بمغادرة القطاع بعد إخراج أول دفعة من الجرحى لتلقي العلاج في مصر. فالمنظومة الصحية في غزة تعيش وضعاً مزرياً، والمستشفيات في غزة مهددة بالانهيار التام بسبب النقص الكبير في المعدات الجراحية والمستلزمات الطبية والأدوية والكوادر الطبية، في ظل وجود آلاف الجرحى والمرضى الذين باتوا يفترشون الأرض ويقيمون داخل خيام نصبت أمام المستشفيات بسبب الأعداد الكبيرة التي تفوق قدرة المستشفيات الاستيعابية. وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت عن توقف المولد الرئيسي في المستشفى الأندونيسي، وهو من أكبر المشافي في شمال القطاع، ما تسبب بتوقف الأنظمة الكهروميكانيكية عن العمل في جميع أقسام المستشفى بما في ذلك أنظمة التهوية، وتوقف محطة الأكسجين الوحيدة في المستشفى، وانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام المبيت واستعمال الإنارة بالكشافات اليدوية، وتوقف عمل ثلاجات حفظ الموتى. وأكدت الوزارة أن السبب يرجع لتقلص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في ظل منع إمدادات الوقود إلى القطاع في إطار إطباق الحصار الإسرائيلي على غزة. وسبق للأمم المتحدة أن حذرت من الوضع الإنساني الكارثي في مستشفيات القطاع الفلسطيني.